حط لهم ثلاثه الصراحه بتاعت ربنا اهو. انا بقول عليه وادي الهدف الثاني اهو، ادي اهو النبي مش سهلين دول، والنبي والنبي مش فرقه سهله، نصعبها علينا ليه يا عم؟ اقعد انت وهو، اقعدوا والنبي اقعدوا، دي فرقه سهله جدا. عموما هدف جميل لمحمد صلاح، محمد صلاح في الدقيقه 40 تقريبا، هدف جميل 42 والدقيقه 42 وتصبح نتيجه 2 مصر. وفي الدقيقه 40 يا عم انا الصح، في الدقيقه 40 يحط محمد صلاح قد مش الصبح بنقول تمريره سريعه في الحته دي، اي كوتش قاعد بره لازم يعملها، مش ممكن مش ممكن. ده الهدف الثاني للتصفيات والنتيجه 2-1. وانا بقول اقل مباراه اهو، شايف شايفين، وراجل هداف وحلو وحط هدف جميل من الصبح، كانت بتتلعب عليه او تتلعب على عيد، ادي التمرير اللي احنا بنقول عليه، نضغط بقى ونطلع الشوط ده اهو 2-1. تنزل لابوتريكا تيجي معاه وياخدها اهو، الامل بتاعنا يا ولد يا ولد، ممكن يخش بيه، دخل بيه، وادي الهدف الثالث. يا سلام، لسه بقول لكم العنايه الالهيه اللي بتلعبنا النهارده واحنا مشوين مع فرقه اسمها زيمبابوي، وعم محمد صلاح بمهارته يحط الهدف الثالث من الصبح. على فكره كان ممكن يحط هدفه الثاني والثالث، انما العنايه الالهيه بتكشف بقى مستر برادلي وتشوف ايه الحكايه بالظبط. 3-1 3-1 محمد صلاح، هل هيكون هاتريك النهارده؟ محمد صلاح هل هيكون هاتريك النهارده؟ ده اللي هنشوفه. بص بقى الولد ابو تريكه، وهنا المهاره، بص ادي المهاره، بص المهاره، خده جوه الراجل ويلا تعالى احطها لك فين بقى؟ في الناحيه الشمال. هدف جميل جميل جميل، بص فرق السرعه، زيفاز رحت فين يا زيفاز؟ شفت بقى زيفاز بتاعنا احنا، محمد صلاح يحط الهدف الثالث عشان تطمئن قلوبنا. و3-1 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الثاني يحط محمد صلاح الهدف الثالث. وادي الكابتن اهو، ولا شايفين اي حاجه مع احترامي مستر برادلي، انما هو عنده شيء من الحظ بيقدر ان هو يخلص بيه الماتشات، وادي حظ كمان اهو. محمد صلاح لسه بقول لحضراتكم عنده شيء من الحظ ان في ولد اسمه محمد صلاح يحط هدف، يعني الرابع محمد صلاح يحط، يبقى هاتريك محمد صلاح هاتريك، ويبقى 13 يعني هدف في 19 في المباراة. محمد صلاح هاتريك 3 أهداف، وأبو تريكة هدف، وأبو تريكة هدف. أدي محمد صلاح، طب نشيل محمد صلاح كده يبقى إحنا ما نقدرش يجيب أي هدف، إنما هي الحظوظ بقى.